كما قلتي الأخت زهرة، يعني كاين عدة آراء، كل واحد واش يقول. يعني ممكن نروحوا للدراسات، حنا يعني نشوفوا كيفاش أغلبية تاع الدراسات واش تقول اون جينيرال. على بالنا بلي منطقة الصرة عند الرضيع هي منطقة حساسة، يعني تتأثر بزاف بالأمراض، يعني هي بلاصة اللي تتكاثر فيها بزاف البكتيريا الميكروبات. يعني نقدروا نقولوا كاين حتى 67 بكتيريا اللي تقدر تكون في هذه المنطقة. كي نبداو نحكيو على منطقة السرة وشنو هي، هي كما حنا نقولوا السرة هي واش يقعد كي نقطعوا الحبل السري. حنا على بالنا بلي الحبل السري كما نقولوا الوظيفة الرئيسية تاعو هو يعني يربط بين الجنين والأم عن طريق المشيمة، يعني اللي تكون يروح الغذاء ويروح الأكسجين. يعني عنده أهمية بالغة كيكون الرضيع في الرحم تاع الام تاعو. هنا دونك كيخرج اوتوماتيكمون لازم يتقطع ابوبخي ا 2 سنتيمتر ودمي من الجنين، يعني هنا تخلص الاهميه تاعو نهائيا. درك احنا مر يعني لاكوشمون، هناك يعني عنايه خاصه بهذه المنطقه، وهناك امراض تخص بزاف هذه المنطقه لازم نعرفوها. اول حاجه، اول يعني نصيحه نتكلم عليها هي التنظيف. التنظيف الجيد لهذه المنطقه عنده اهميه كبيره، طريقه التنظيف، ولازم تجفيف هذه المنطقه. علاش؟ باسكو الرطوبه اللي تقعد في المنطقه هذه هي اللي تخلي هذه المنطقه عرضه لعده امراض. دكتوره كي نقولوا تنظيف هذه المنطقه، تختلف عاداتنا وفي المناطق الجزائريه طريقه التنظيف، كل واحد واش يستعمل، فما هو المنصوح به طبيا صحيا لحياه الطفل؟ الماده اللي ننطقوا بها للسره تاع الطفل. سي فغي، يعني احنا هناك عادات شائعه في المجتمع تاعنا واللي تضر بالرضيع اون جينيرال. نعطيلك على سبيل المثال اليوزينا كوز ولا الدواء الحمر. حنا الدواء الحمر صراحه من الناحيه الطبيه ما نستحبوهاش بزاف. وعلاه؟ باسكو كي نقولوا الدواء الحمر نقولوا لا كولور روج، دونك تو سكي روج راح يغطي لنا كاع هذيك المنطقه. يعني لو كان يكون هناك التهاب ولا تعفن ولا بقايا ولا ما يبانوش، دونك ما ننصحش باش ينقيو بالدواء الحمر. الدواء الحمر واش يدير؟ يعني يجفف هذيك المنطقه، سي فغي، اون جينيرال يستعملوها للتجفيف باش السره تطيح فاسيلمون، تطيح تمتم، وهذا خطا. يعني اول نصيحه نقولها لهم، يعني كي نقيو بان سوليتي انتيسيبتيك، يعني دواء ضد الميكروبات، يعني يتباع في لي فارماسي تلقى اون سوليتي انتيسيبتيك اللي تكون ترونسبارون شفافه، باش كي نبداو كي يكون التهاب ولا تعفن ولا نشوفوه بالعين المجرده. واش نقدر ننصح؟ اهم حاجه الماء والملح. الماء والملح وحده يقدر ينظف هذه المنطقه بصفه جيده، ما يقدرش يكون هناك يعني تكاثر الميكروبات والالتهاب. لو سيروم فيزيولوجيك ثاني يعني نقدروا نقيو به. نقول لهم برك الطريقه، لازم نحيو يعني هذوك الطويون ينطوا الجلد، لازم نحلوهم مليح، هذوك الثنايا تاع الجلد كما حنا نقولوا، تما اللي يتخباو الميكروبات وتما اللي يكونوا افرازات اللي يخلي هذيك المنطقه دائما رطبه. يعني دائما نقيو من الداخل لبرا باش ما نزيدوش نعاودوا ندخلوا الميكروب لداخل. ومنتم الثنايا كما قلت لك نحلوهم خطره زوج خطرات في النهار تكفي. والتجفيف عنده اهميه بالغه، علاه؟ باش هذيك المنطقه ما تكونش رطبه، وباش يدي يعني الحبل السري ولا السره التجفيف تاعها يكون اسهل والسقوط تاعها يكون اسهل. دركا يعني الوقت تاع السقوط يتراوح اون جينيرال ما بين السمانه الاولى، نقدروا نروحوا حتى ل 15 يوم. كاين هناك دراسات يقولوا لك قادره تروح حتى ثلاث اسابيع. اكثر من ثلاثه اسابيع نبداو نتقلقوا ونقولوا بلي كاين مشكل ولا غوطار في السقوط تاع السره. هنا لازم الطبيب يتفطن الاسباب اللي تخلي السره ما تطيحش بالخف، من بينها مثلا الالتهابات، التعفنات، كاين مشكل في الجهاز المناعي وهو نقص المناعه ولا نقص الكريات البيضاء هي تخلي عندها علاقه وطيده الوقت تاع السقوط تاع لازم حاجه نحوسوا عليها بزاف، باسكو حاجه يعني نقول لك ما لازمش نجوزوا عليها، باسكو لو كان يكون التهاب ولا لونفاليت ولا التعفن تاع السره، هذا راح يخلي الميكروب ينتقل عبر الدم ويقدر بعيد الشر يمدنا ما يسبتيسيمي. يعني الميكروب يروح في الدم ويقدر يروح كاع الاعضاء، وهذا شيء جد خطير. لازم يعني كي يكون تعفن، التهاب، افرازات كما احنا نقولوا، القيح، احمرار، الانتفاخ،
لازم سيلان فوالا لازم دائما الاولياء يتفطنوا لهذا الشيء ويروحوا عند الطبيب. دكتور من المعروف ثاني انه الامهات الجزائريات اللي تحتاج دواتنا عاده اننا نديروا زيت زيتون كي نطفوا لو بيبي، هل مليحه ولا ما مليحاش؟ هي شوفي هي اختلفت الدراسات في هذا يعني الحاجه في زيت الزيتون من المستحسن لا لا، علاش؟ باش دي من هذيك المنطقه تقعد جافه، يعني كل حاجه تخلي منطقه السره رطبه نتفادوها. تجفيف السره عنده اهميه كبيره باش تطيح بالخف، يعني هذا يخليها تسقط بالخف وما يخليهاش تتعفن. كاين عادات سيئه ثاني ماشي ملاح، مثلا كاين اللي يديروا الكحل، كاين بزاف اللي يديروا الكحل، كاين اللي يديروا كمون باش يبسها، باش يبسها، يعني هادو عادات تاع اجدادنا. وكاع على بالك الكحل ما نقدروش نعرفوا واش فيه داخل، يعني المكونات تاعو قدر المكونات راح تضر وحتى تتعفن السره، قدر تخلي تعطينا التهاب، هذيك البلاصه تولي رطبه بزاف، هادو كاع الامور اللي يخليو التعفن يكون بالخف. نعم. كاين حاجه ماشي مليحه ثاني، يغطيو بزاف السره، هذيك الشاشه هذاك ولا لا سينتور، ديجا لا سينتور ماشي مليحه. بون يعني من امراض السره عندنا الفتق، الفتق السري ولا ليغني امبيليكال، ليغني امبيليكال نلقاوها بزاف، هو ماشي الانتفاخ، هو الثقب يكون في هذه المنطقه. علاش في يعني كاين مناطق عند الرضيع تكون ضعيفه، الجدار اللي يغطي الهضم ولا العضلات اللي يغطيو الامعاء ولا الجهاز الهضمي يكون فيهم ضعف، مازال ما تقووش مليح، دونك يقدر يكون هناك ثقب في هذه المنطقه. والطفل كيدير تصرا له امبريسيون، معناتها يسعل ولا يحب مثلا يسعل ولا يحب يرجع ولا المغص ولا يكون عنده ديكوليك ولا لابريسيون على الاحشاء تاعو، تخلي باللي الامعاء يطلعوا، دونك اتخافيغ هذاك الثقب اللي نشوفوه هذا هو اللي نعيطوا له الفسق ولا ليغني امبيليكال. ليغني دونك واش يديروا لها؟ يروح يديروا لها سانتور اللي تزير عليهم، وهذه حاجه ماشي مليحه، راح تخلي ديك البلاصه رطبه وراح تقلق الطفل، راح تزير على البطن تاعو، حتخلي هناك مغص اكثر ولا غازات، ديجا حنا في ثلاث شهور الاولين كاين غازات، وزيدي تزيري راح يتقلق. يعني في الفسق تاع السره ولا ليغني امبيليكال مع الوقت اون موان دو دو زون عامين ابوبخي يتقويو العضلات تاع الجهاز الهضمي تاع البطن تاعنا، ويغلقوا الثقب هذاك ويقدر يتغلق وحده يبرع وحده.